حاجه درتيها خايبه عقل عليها. طاح بوطوم سيد كابلي ويضربني في يضربني في يدي تحت راسي. حفظني الله ما مت موال. طارق قول لي اللي بغيتي. هلاش قول لي اللي بغيتي، شي حاجه بغيتيها انت. باغي صحتي صافي الحمد لله. مشاهدينا الكرام، ما بقى عندي ما نقول. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في فيديو ديال طارق وصلاح الدين لفاقدي الاهليه لمكبلين الايدي والارجل، عدد كبير من المغاربه شافوا الفيديو تاثروا مع هاد العائله. مجموعه من النقط وحقائق في الملف غادي نشوفوها مع حموده. حموده من الجيران ديالهم، تعرف القصه ديالهم من الاول، وبعض النقط في الموضوع كذلك ما درجناهمش مع العائله، غنشوفوها مع حموده. حموده انت اللي عارف هذه القصه من الاول. تماما سير. عاود لي القصه ديال هاد الوليدات من المدرسه، داكشي اللي كلاو، انت مساكن الوضع ديالهم راه انت عارفه، المغاربه تبعوه. تماما الحقيقه باذن الله. خويا صلاح الدين الزعيم وطارق هما جيراننا منذ الصغر ديالهم، كنعرفهم مزيان. اللي مرض الاولاني هو صلاح الدين، مرض كلي شي حاجه ديال المعجون في المدرسه، جابوه لمو في حاله يرثى لها. هزات الدقه ديالو، خرج من المدرسه، عاشوا معاه المعاناه. الدري ما كينعس لا ليل لا نهار، كيرعب الدراري الصغار في الزنقه، يدخل للجامع، بزاف ديال الحوايج زعما اللي ما يمكنش الانسان تخلي ولدك يخرج. الا بغيتي تسخر غير ولدك كتولي تخاف، كيخافوا منه الصغار الكبار. واللي زاد كمل القضيه وزاد الطين بله هو طارق. من يمرض طارق، من يمرض زاد المعاناه لوالديه بواحد الطريقه كثيره، ولاو ما حيلتهم لهذا ما حيلتهم لهذا. والديهم متابعينه من النهار كامل في الزنقه، يقلبوا على هذا هنا يقلبوا على هذا هنا. طارق مؤخرا دخل الجامع، يعني الجامع هو اكبر بقعه اللي الانسان خصو ياخذ فيها راحته ويقرب الله تعالى. جمع مع واحد مسمنتها دار وسم الصلاه، يعني هاد الناس كتنتظر منه اي حاجه، كتنتظر منه اي حاجه. الاقتيله ماشي بعيده، اللي كيتلاح من باغي يتلاح من قنطره وباغي يتلاح من سان كاميطاج، شنو تسنى منه؟ كتسنى منه اي حاجه. انا في الحوار معاهم نعم كيتجاوبوا معايا وتيجاوبوني على السؤال، ما تيخرجوش على الاطار. نعم. واش هي مرحله عابره، مره تيدرك ومره ما كيدركش؟ كيفاش كتشوف انت الامور؟ صلاح وطريق سبحان الله العظيم المرض ديالهم كانه مرض واحد. بعضين مرات كيتلاقى معاك تقول هذا ما عنده حتى شي حاجه، بعضين مرات كتلقاه بحر وهيج بحر وهيج، يعني يقدر يسوقك. بعضين مرات انا كنخاف منه فاش كيكون بخير شري لي كار ويقف حدايا هادي. بعضين مرات كنخاف منه، كيشوفني بركي يقلب في جنابو، عيني كتشوف كيشوفوا منك لهيه. يعني المرض اللي عندهم ماشي عادي، كتجي واحد اللحظه ما كيبقاو يعرفوا حتى واحد، حتى والديهم، حتى والديهم ما كيبقاوش يعرفوهم، حتى والديهم ما كيبقاوش يعرفوهم. يعني حنا كناجدوا الناس المسؤولين، السيد القائد كيدير الخدمه ديالو، كيمشي كيعطيهم التوجيه كيصيفطهم، ولكن ملي كيوصلوا للمستشفى كيردوهم. علاش هاد الناس ملي ملي رفضوهم هما فين غنديهم حنا؟ حنا خايفين على والدينا، خايفين على خوتنا. من حقنا نعيشوا في امان، من حقنا نعيشوا في امان. وهذوك الناس والديهم من حقهم يعيشوا في امان وينعسوا مرتاحين. هادشي اللي باغي نوصل انا، وكنتمنى الميساج ديالي يوصل للاستاذ يوسف. نعم. السؤال الاخير اللي عندي معاك هو الام مرا كبيره والاب نعم شابو شابو، والوضع ديالهم داك البويات وما في حالهمش، باش كيعيشوا كيفاش؟ اش غنقول؟ الدواء ديال هاد الوليدات، قالت لي الام راه ما عنديش الدواء ديالهم. الدواء بعدين مرات يشري من المحسنين، بعدين مرات كيبقاو شهور بلا دواء بلا والو. ملي انا اخر مره تلاقيت مع صلاح هنا جيت برنازيل، ضيع ضيع صلاح ضيع، يعني الطريق في اي لحظه يقدر يموت. وجيت علمت والديه، عاد شويه بشويه شي واحد شرى لي الدواء، عاد رجعت القضيه ديالو. يعني هاد الناس من الناحيه الماديه فقراء بزاف الاخ يوسف. انت ملي شتي ما قدرتيش تاخذو تجيبو معاك؟ ملي شتو كيبان لك طروري غادي في الزنقه، بغيت نجيبو بغيت نجيبو، ما كرهتش وبغيت ندير هاد الحسنه، ولكن ما قدرتش. انا بوحدي في الطوموبيل، في اي لحظه يقدر يقلبني، يقدر يضربني بشي حاجه. حاولت معاه، ماشي ما حاولتش، وحاولوا معايا الاخوان، ولكن ملي ما قدرتش جبته لوالديه هما ما مشاوش بوحدهم، داو معاهم تقريبا شي سته الناس ولا سبعه باش يجيبوه. يعني هاد الناس المرض ديالهم ما ساهلش، وما نبغيو حتى واحد يستهان بهذا المرض، ولازم على الجهات المختصه تدير اللازم، تدير اللازم. كنظن هذا حقنا، كنظن هذا حقنا، وهذا المغرب ديال 2022، هذا المغرب ديال 2022.
حيت المغرب اللي كنعيشوا فيه راه ماشي المغرب ديال الشارع ديال الحمد لله. المغرب راه تطور الحمد لله، وحنا كنشوفوا المبادرات والسبيطارات اللي كيدشن سيدنا، يعني هذا الشيء راه غريب، هذا الشيء غريب نبقاو نعيشوا، غريب نبقاو نعيشوا. وفي هذه البلاصه راه كاينين الناس الحمد لله، راه كاينين الناس اللي هما قارين وواعيين وباغي يعيشوا بامان فهمتي. هذه البلاصه حنا ما خاصنا والو فيها الحمد لله الا بحال هذه المسائل، هذو من النقاط السوداء اللي بغينا نحيدوا علينا. كما قلت في الفيديو السابق، روح المواطنه كتجلى في هذه الامور، الاهتمام بهذه الفئات بشكل خاص، لانه الابعاد ديال هاد الشباب طارق وصلاح الدين ممكن توصل الامور فيها نوع من الخطوره بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص القضيه ديال طارق وصلاح الدين. العائله تعاني، السيد القائد مشكور كيدير المجهود ديالو بالتنسيق مع رجال الدرك الملكي، ولكن علامه استفهام كتبقى في المستشفى المختص للتطبيب والتتبع ديال هاد الشباب، لانه هاد الشباب حاليا كما قلت في السابق قنبله موقوته، في اي لحظه يرتكبوا جريمه والقانون واضح في هذا الشان، لانهم فاقدين الاهليه. الضحيه شكون؟ هما الوالدين وهما كذلك الناس اللي تقدر تتاذى. مشاهدينا الكرام، سوف نوافيكم الجديد فيما يخص هذه القضيه، تبعوا معايا.